فضل الجمعة لا يخفاك، كهف وضياء ناداك، وعلى الهادي صلاة تسمو بك عن ما يشغل دنياك. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ما من أحد منكم إلا وقد وكل الله به ملكين، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، أحدهما مأمور بكتب الحسنات والثاني مأمور بكتب السيئات. فما تلفظون من قول ولا تعملون من عمل إلا كتب عليكم وأحصى عليكم إحصاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، سواء تلفظتم بذلك جهرا وسرا، وسواء فعلتم الفعل خيفة أو علانيا، فكل ذلك يكتب عليكم ويحصى، ثم تنبؤون بما عملتم يوم القيامة. ويعطى كل إنسان كتابه فيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فطوبى لعبد ملأ كتابه بالخير والأعمال الصالحات، وبؤسا لمن سود كتابه بالشر والأعمال السيئات. أيها الناس، كلنا نؤمن بذلك إن شاء الله، نؤمن بأن ما عملنا من قول أو فعل فإنه مكتوب محصى، سواء كان صغيرا أم كبيرا. ولكن الكثير منا يعملون العمل جزافا كأنه غير مكتوب عليهم، يطلقون الكلام القبيح من غير مبالاة، يلعنون من لا يستحق اللعنة، تجد الواحد منهم يلعن أخاه المسلم، وربما لعن أخاه لأبيه وأمه، وربما لعن ولده أو أمه أو آباه. وهذا غاية ما يكون من الجهل والحماقة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وفي الحديث عنه أنه قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وتجد الواحد من الناس يسب أخاه عند المخاصمة سبا قبيحا، قد يكون متصفا به وقد يكون غير متصف به. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتسابان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني أن اسم المتسابين يكون على من ابتدأ السب أولا إلا أن يعتدي المظلوم. وتجد بعض الناس يتكلم بأخيه ما يكره وهو غير حاضر فيسبه في غيبته، وهذه هي الغيبة التي شاعت عند كثير من الناس وتهاونوا بها، مع أنها من كبائر الذنوب. وقد شبه الله من يغتاب الرجل بمن يأكل لحمه ميتا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وفي حديث آخر: يفضحه ولو في جوف رحله.
أيها الناس ما أكثر هؤلاء اليوم، ما أكثر من يتبعون عورات الناس ويتطلبون ذلاتهم، فإذا رأوا ذلة من أحد فريحوا بها ونشروها، وإذا رأوا استقامة ومفخرة كتموها وحملوها على غير محملها. وهؤلاء هم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فاتقوا الله أيها المسلمون وحاسبوا أنفسكم على ما تقولون وما تفعلون، فإنكم عن ذلك مسؤولون وعليه محاسبون. والله يقول: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال سبحانه: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عباد الله، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. فضل الجمعة لا يخفاك، كهف وضياء ناداك، وعلى الهادي صلاة تسمو بك عن ما يشغل دنياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يذلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يزاري خطبة من إطلاق اللسان ምላሳችንን መልቀቅ እንደለለብን ምላስ ከባድ እንደሆነ ለጥሩ ነገር ከዋልነው ጥሩ ነው ለመጥፎ ከዋልነው መጥፎ እንደሆነ የሚያስረዳን ኹጥባ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቁል ፊ ሙህካሚ ኪታቢህ ኢቅራ ኪታበከ ከፋ ቢነፍሲከ ልየውመ ዐለይከ ሐሲባ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዚ ዱንያ ላይ የተናገርነውን እዚ ዱንያ ላይ ያወራነውን በመላእካ አማካኝነት ተመዝግቦ ተጽፎ ይቀመጥና የቂያም ቀን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቆል እቅራእ ኪታበክ፣ ዱንያ ላይ የተናገርከውን ዱንያ ላይ ያወራሃውን ዱንያ ላይ የሰራሃውን ኪታብህን አንብብ። ከፋ ቢነፍሲከ ልየውመ ዐለይከ ሐሲባ፣ ዛሬ ከመመርመር በኩል ራስህን በቂ ነው ብሎ ይላል አላህ። ስለዚህ ፈጡባ ሊዓብድን መልአ ኪታበሁ ቢልኸይር፣ እዚ ዱንያ ላይ የሥራ መዝገቡን በኸይር ነገር በመልካም ነገር የሞላ ሰው ነገ ያማረ ጥሩ ነገር ይገጥመዋል። እዚ ዱንያ ላይ የሥራ መዝገቡን ወይንም ማለት ነው ፋይሉን በመጥፎ የሞላ እንደዚሁ በሸር በተንኮል የሞላ ደግሞ ነገ የቅያም ቀን መጥፎ ነገር ይጠብቀዋል። ሁላችንም ይሄ ነገር እንዳለ እናምናለን። የምንናገራቸው የምንሰራቸው ነገር እንደሚጻፉ እንደሚከተቡ እናውቃለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ተናግሯል። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ላይ ተናግረዋልና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዚ ዱንያ ላይ የምሰሯቸው ኸይር የምሰሯቸው መጥፎ ትንሽም ብትሆን ትልቅም ቢሆን ይጻፋል ይመዘገባል። ወላኪን አብዛኛው ይሄን ያወቀ ጥሩ ነገሮችን ሳይሰራ መጥፎ ነገሮችን ይሰራል። ጥሩ መናገር እየተቻለ መጥፎ ይናገራል። እንደዚሁም አንዳንዱ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሽቶበት እርግማንን ለዓናን ያበዛል። ሐታ ልጆቹን የሚራገም አለ፣ ሚስቱን የሚራገም አለ፣ ወንድሞቹን የሚራገም አለ፣ ሙስሊም ወንድሞቹን የሚራገም አለ። ይሄ ማለት ነው በጣም ከባድና ትልቅ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዚ ዱንያ ላይ እርግማንን የሚያበዙ ሰዎች
إن اللعنين تراغامي وج لا يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة يكيام كان مسكر ما يهونو شمقايم آيهونو بلوال. وفي الحديث بل إلى حديث لا النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا لعن شيئا عند سو يهونا يرق من دهونا صعيدت اللعنة إلى السماء ارجماني تو ود سماي تو وتالج فتغلق ابواب السماء دونها يا سماي بر زغباتال ثم تهبط الى الارض كزام ود مدر توردالج فتغلق ابوابها دونها يا مدرون بر زغباتال ثم تاخوض يمينا وشمالا كزام ود قنينا ود غرا تهدالج فان لم تجد مساغا مغبيا ياطاش غزي رجعت الى الذي لعن ود ما تولعين وليترقموا سويته دالج فإن كان أهلا لذلك لزيل من رقم بقوهن وكهونا تعرف بتالج وإلا بقو سايهن زنبل وكهونا يترقموا رجعات إلى قائلها وليرقامي وليتناقاريو تملس عالج رقامي راس درقامي أطفي بالال للاو دمو عند سو مالنو أوان دمون يساد بال አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ተነስተው ያለ ምንም ችግር የሚሳደብ አለ ስድብ ልምዱ ይሆናል ይሄም حرام ነው ክልክል ነው ወይንም ከሰው ጋራ ሲከራከር በሆነ ነገር ሲጣላ ስድብ ይቀርመዋል ይሄም መሆን የለበትም ምላሳችንን ማያዝ ምላሳችንን መቆጠብ ይኖርብናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ይላሉ አልሙተሳባኒ ሁለት ተሰዳዳቢዎች ማቃላ ኢስሙ ማቃላ ያሉት ወንጀል በላያቸው አለባቸው فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم جن وانا وانجل سدبون بجمروناو تسدابيو كذا يبلت اسكال سدبو درس الى النبي عليه الصلاه والسلام ليلو دمو النبي عليه الصلاه والسلام ملاساچنن كهميت ملاساچنن كمطفو نجر لنقطب يازونال اندزهم الله سبحانه وتعالى بقران لاي አንድኛችሁን አንድኛ አይማ ስለዚህ ማማት የሰውን ስም ማለነው ማጉደፍ የሰውን ስም ማንሳት ስጋውን እንደመብላት ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ትልከ ሆኑ ወንጀሎች ሚንከባ ኢርዙኑብ ከባር ከሚባሉ ወንጀሎች ቆጥረውታል ለዚህ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلساني ان انت بملاساچو يامناچو ولم يدخل الايمان قلبه لباچو وسط ايمان يالگبا لا تغتابوا المسلمين مسلموچن اتمو يمسلموچن سم اتاتو ولا تتبعوا عوراتهم يمسلموچن عيب نور اتكتاتلو فانه من يتبع عوراتهم يمسلموچن عيب يمسلموچن نور يتكتاتله يتبع الله عورته الله نورن يكتاتلوال ومن يتبع الله عورته الله عيب النور يتكتاتلو سو دمو يفتحه في بيته ببيته استهنو الله يوردوال وفي حديث آخر بل إلى حديث لا يفضهه ولو في جوف رحله بلبت بتكمت أبتنو الله يوردوال بلوال سلزهم على النوم لا ساتشنن مكوتاب ملا ساتشنن ماياذ أصفل لاجيناهم على النوم ياكال هنجين وردتو ازهم دوني علينو آخرام لاي وردتو يكتلال لزبلو الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله ان انت دبقاچو يمتسروتن يمتناغروتن اندازوهم بايفا يمتسرواچونم يمتاورواچونم الله ياوقال بليلا ايات لا الله سبحانه وتعالى من يلال كلا بل تكذبون بالدين ان انت كو باسلام بدين مالنو تاستبابلالاچو وان عليكم لحافظين بان انت لاي طباقي يهونو زغابي يهونو ملائكوچ አሉ كرامًا كاتبين يتكبروا يمصفوا يعلمون ما تفعلون يمتسرواچون يمتادرگواچون ሁሉ يمياقو يهونو ማለነው እነዚህ መላእክቶች በእያንዳንዳችን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሴቱ በወንዱ በትንሹ በትልቁ ላይ ያስቀመጣቸው ናቸው በግራችንና በቀኝ ትከሻችን ላይ የሚቀመጡ እነዚህ መላእክቶች ከኛ ጋራ የሚለያዩት እኛ ከዚህ ዓለም በሞት ስንለይ ብቻ ነው ስንሞት ብቻ ነው እስከዛ ድረስ ማለት ነው የምንሰራቸውን خیر ነገሮች መልካም ስራዎችን የምንናገራቸውን የምንሰራቸውን የምናደርጋቸውን ነገሮች ይጽፋሉ ይከትባሉ
እንደዚሁ ማለት ነው በግራ በኩል ያሉት መላእክቶች ወይንም በግራ በኩል ያለው መላእካ ደግሞ የምናናገራቸውን መጥፎ ነገሮች የምንሰራቸውን መጥፎ ነገሮች ይጽፋል ማለት ነው። እነዚህ መላእክቶች ማለት ነው ጽፈው ሲያበቁ ሰውየው ሲሞት ጠቅልለው ያስቀምጣሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሌላ አያት ላይ ከላ ኢነ ኪታበል አብራሪ ለፊ ዒልይን የአብራሮች ኸይር የሰሩ መልካም የሰሩ ዒሊ የሚባል ቦታ ይቀመጥላቸዋል መዝገባቸው ፋይላቸው ብሏል አላህ። የጠማሞች የፋጅሮች የካፊሮች የሙሽሪኮቹ ደግሞ ከላ ኢነ ኪታበል ፉጃሪ ለፊ ሲጅን የጠማሞች ደግሞ ሲጅን በሚባል ፋይላቸው ይቀመጣል። ያ ፋይል ተቀምጦ የቂያም ቀን የሰው ልጅ ከሞት በኋላ ከተነሳ ባዕስ ከተደረገ በኋላ ያ ኪታብ ይሰጠዋል። ያ ኪታብ የኸይር ስራ ከሆነ በቀኝ እጅ ይሰጣል። የዚህ ጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቁል የኸይረኞች ኪታብ በቀኝ እጃቸው ይሰጥና ኢቅራ ኪታበከ ከፋ ቢነፍሲከ ሊየውም ዓለይከ ሐሲባ ይባላል። እንደዚሁ የሸር ከሆነ ደግሞ በግራ እጁ ይሰጣል። ማሊ ሀዘል ኪታብ ላ ዩጋዲሩ ሰጊረተን ወላ ከቢረተን እያለ ይቺ ይሄ ኪታብ ትንሹንም ትልቁንም አልተወም ሁሉንም መዝግቦ ይዟል እያለ እየተጸጸተ ይቀበላል። በሌላ አያት ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኸይረኞች የኸይር መዝገባቸውን በቀኝ እጃቸው ይሰጡና ከዛ በኋላ ምን ይላሉ? ሃኡ ሙቅረኡ ኪታቢያ ለጓደኞቻቸው ለሚያውቁት እኔ ኸይር ስራዬን ጥሩ ስራዬን በቀኝ እጄ ተሰጥቻለሁኝ አንብቡልኝ እያለ ይደሰታል ብሏል አላህ። እንደዚሁ ደግሞ ወንጀል ከሆነ መጥፎ ከሆነ ያ በግራጁ ሲሰጠው ይሄ ኪታብ ምን ነው ባልተሰጠኝ እያለ ይጸጸታል ይነድማል ብሏል አላህ። ስለዚህ እዛ ጸጸት እዛ ንዳማ ላይ ከመግባት አሁኑ ዙ ዱንያ ላይ እያለ ኸይር ነገር መስራት መልካም ነገር መስራት መጥፎ ንግግሮችን ሰውን መሳደብ ሰውን መራገም የሰውን ስም ማጥፋት ሰውን ማለት ነው ስም ማጉደፍ ከእንዳሉ ነገሮች መቆጠብ ይኖርብናል። ለሰው ልጆች የሚጠቅም ነገር መናገር ለሰው ልጆች ኸይር የሆነ ነገርን ማሰብ ለሰው ልጆች ጥሩ የሆነ ነገርን ማድረግ ይሄ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማድረግ ያለብንም ይሄን ነው። ይሄንን ካደረግን አላህ ዘንዳ ጥሩ ነገር ይጠብቀናል ኸይር ነገር ይጠብቀናል ጀዛ ይጠብቀናል ሰዋብ የሚባል ነገር አለ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዚ ዱንያ ላይ ላመኑና መልካም ለሰሩ ሰዎች ጀናቱን ተጅሪ ሚን ተህቲሃል አንሃር ጀነት ተዘጋጅቶላቸዋል በስራቸው ማለት ነው ውሃ ወንዞች ጅረቶች የሚፈሱበት የሆነ የኸምር የማር የውሃ የተለያዩ ኒዕማዎች የሞላ ጀነት አለ። ይሄ ጀነት የሚገኘው ማን ነው? እዚ ዱንያ ላይ በሰራ ነው መልካም ስራ በተናገር ነው መልካም ስራ ነው። እነሆ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ተቃራይ ጀሃነምን አዘጋጅቷል። ይሄ ጀሃነም የተዘጋጀው ለማን ነው? እዚ ዱንያ ላይ መጥፎ ለሚናገሩ፣ ሰውን ለሚሳደቡ፣ የሰውን ስም ለሚያጠፉ፣ ሰውን ለሚያሙና እንደዚሁ መጥፎ ስራዎችን ለሚሰሩ ሰዎች እንደሆነ አላህ በቁርአን ላይ ተናግሯል። ስለዚህ ጀነትን ለማግኘት ከጀሃነም ለማራቅ ጥሩ ነገሮችን እዚሁ ዱንያ ላይ መስራት ከኛ ይጠበቃል። على صلوا وسلموا على النبي الوسيم كما أمرنا بذلك ربنا الرحيم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وأن معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم احمي حوزة الدين وألف بين قلوب المسلمين واهر صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فضل الجمعة لا يخفاك، كهف وضياء ناداك، وعلى الهادي صلاة تسمو بك عن ما يشغل دنياك.